نشوف التقرير ده، نرجع بقى نبدأ حوارنا المهم جدا مع الكابتن محمد عمر. خليكم معنا. يعد نادي الاتحاد السكندري واحدا من أعرق الأندية المصرية وعمود من أعمدتها الرئيسية منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز، وصاحب باع طويل في كل المحافل المحلية والإفريقية. بجانب ذلك لا يخفى على أحد شعبيته الجارفة كونه ممثل عروس البحر الأبيض المتوسط. الجماهير اعتادت على رؤية زعيم الثغر ضمن أندية القمة في الدوري، لكن ذلك تغير نسبيا في المواسم الماضية وتحديدا في الموسم الماضي 2022-2023 حينما دخل الاتحاد ضمن دوامة صراع البقاء، وهو حال مثل صدمة لكل متابعي كرة القدم المصرية، ولأنه الاتحاد فقد نجح في الهروب من دوامة الهبوط. وقتها اتخذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قرارا حاسما غير من شكل ومصير الاتحاد، وهو تعيين محمد عمر قائدا للسفينة الخضراء ومديرا رياضيا لفريق كرة القدم، ليتخذ عمر قرارات شجاعة لتصحيح مسار الفريق، كان أولها التعاقد مع السربي زوران مانولوفيتش المدير الفني وضم العديد من الأسماء الشابة، ليختلف موسم زعيم الثغر الحالي تماما عن سابقه، ويتحول نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة محمد عمر من فريق يصارع من أجل البقاء إلى خصم قوي يتواجد ضمن المربع الذهبي في النصف الأول من الدوري وينهي موسمه في المركز الثامن في تطور كبير عن الموسم الماضي، ليبرهن محمد عمر على كفاءته الكبيرة في إدارة المشروع الكروي لزعيم الثغر. محمد عمر هو واحد من أبناء الاتحاد السكندري المخلصين، والذي لم يبخل أبدا على زعيم الثغر سواء كان لاعبا أو مدربا أو حتى في أي منصب يشعر من خلاله بأنه يستطيع خدمة هذا النادي العريق، ليكون دائما رمزا للنجاح في كل منصب يتولاه، ولديه هدف واحد فقط هو إعلاء اسم الاتحاد السكندري عاليا في كل المحافل والمناسبات.